قال الحافظ ابن حجر: فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. في بداية الحديث ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر؟ نعيد، انتبهوا أيها الإخوة وحاول أن تكون الأصابع جميعها مرفوعة. قال الحافظ: فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. من باب، نعم، بمعنى أنه يجوز لك يا عبد الله إذا رأيت صبيا صغيرا أن تحتضنه. ومن حضر معنا درس الأدب في صحيح الإمام في كتاب البخاري الأدب ورد الحديث أن ذاك الرجل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولدا من أولاده فقال: أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فإذا هنا إخواني في الله يتضح جليا أن الضم من باب الرحمة ومن باب الشفقة. وهذا حقيقة سبب مشكلة في بلاد الكفر. ففي أحد الولايات في بلاد الكفر كان أحد المسلمين يعيش في تلك البلاد، وكان له صبي صغير يلعب الكرة مع الأولاد، فإذا به يحقق هدفا فيفرح الولد ويفرح الوالد ويحتضنه ويقبله أمام الناس. فإذا بأحد الكفرة من أولئك القوم يتصل بالشرطة قائلا لهم أن هناك رجل شاذ جنسيا، شاذ في جنسه بمعنى أنه يأتي الذكران من العالمين. فهرولت الشرطة وأخذت هذا الأب وابنه وهو يقول لهم: هذا ولدي، هذا ابني، وهم لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى قامت المحاكم والقضايا ووكل المحامي وهو يشرح أن هذه عادة إسلامية وأن هذه رحمة وشفقة، ثم في النهاية اقتنعت المحكمة وقالت: ومع ذلك فإننا نحكم بأن يفصل عن أبيه. هذه هي البلاد التي يتسابق بعض الناس إلى أن يذهبوا فيعيشوا في بلاد الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. بل إن بعض الناس وللأسف منهم من يكون صاحب ديانة يقول: أنا معي الجنسية كذا وكذا من بلاد الكفار، وهو يعلم أو لا يعلم أن أهل العلم أفتوا بحرمة اقتناء هذه الجنسية بسبب أن ولاءك للكفار وليس للمسلمين. فأنت مكلف أن تكون في جيوشهم ومكلف أن تكون معهم في حربهم للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ما هو السبب؟ رجعنا إلى نفس النقطة، وجود الدنيا في القلوب، فهو يريد كما يزعم أن يؤمن أولاده فيجعلهم ينتمون إلى الجنسيات غير المسلمة. فلو أن هذه الحادثة حدثت في بلاد المسلمين ورأى أحدهم رجلا يقبل ابنه في أي مكان ثم اتصل بالشرطة، فأنا أتوقع أن الشرطة تحبس
المشتكي قائلين له كلنا يقبل أولاده. فإذا انتبهوا إخواني في الله وتذكروا.